السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد مع أشجار الشوارع ومع شجرة البوهينة أو خف الجمل أو شجرة الأنسولين. الأوراق الشجرة دي لها تأثير يعني عالي جدا على خفض السكري ومضاد للالتهاب، ولكن طبعا أكثر استخدام ليها اللي هو خفض السكري، بالإضافة إن البذور الخاصة بيها بتستخدم لعلاج الضعف الجنسي. شجرة البوهينة أو بيسموها خف الجمل أو خف البقر، لأن زي ما انتم شايفين يعني الأوراق تشبه الخف زي ما انتم شايفين. شجرة البوهينة أو خف الجمل منتشرة في جميع الشوارع المصرية، خاصة في المدن الكبيرة، لأنهم كانوا من زمان يعني بيستخدموها كشجر التشجير، يعني بيشجروا بها الشوارع زمان، ولكن هي شجرة طبية زي ما انتم شايفين. شجرة البوهينة أو شجرة الأنسولين، أي ورقة فيها تشبه خف الجمل ما شاء الله. كان معكم أخوكم أحمد السعيد العطار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.